السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين صفحة الخبر الوالع الموحوح. النهاردة بنقدم لكم فيديو جديد من أمام تسريحة الراقصة الروسية جولينار. يعني هي بتخلص الوصلة بتاعتها بتيجي تقعد مكاني هنا. أوه. مش مصدق إني بستعمل البرفان بتاعها. الله إيه البتاع ده جولينار بتستعمليه في إيه ده؟ نفسي 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 أحضن التسريحة بتاعتها. السلام عليكم يا جماعه، انا دلوقتي قدام بيت ضحيه المنوفيه، داخل اسال والدته هل هي متضايقه من اللي حصل لابنها ولا مش فارقه معاها، هو كان الابن الوسطاني ولا ايه. هندخل نشوف. انا دلوقتي يا جماعه بصور من قدام مزرعه كلاب واحد صاحبي، فيها كلاب واسود ونمور وفهود وطباع وكل اللي قلبكم يحبه، بس انا سامع صوت الكلاب قريب قوي يا جماعه. انا قلت لهم المره دي مش هجري زي الفيديو اللي فات، بس صوت الكلاب قريب قوي. لا 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 يا جماعه، دي كلاب بجد، كلاب بجد. لا 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 كلاب، لا كلاب، لا. انا النهارده يا جماعه امام ثلاجه حفيد الشيف الشربيني، هندخل النهارده جوه ثلاجته هنشوف اسرارها، هنشوف اخر اعمالها، هنشوف حفيد شيف كبير زي ده بياكل ايه. تعالوا معانا النهارده يا جماعه نصور مع ابو فخاد. ده لقبه يا جماعه، والله مش قله ادب مني، هو لقبه كده عشان هو صاحب اكبر فخده في العالم. عايزين نعرف يا جماعه فخدته ازاي بقت بالحجم ده. هو هاريها هرمونات، هاريها هرمونات. فيا جماعه يا ريت محدش يقلده ولا يعمل زيه، احنا بس هنعمل لقاء معاه عشان نطلع ترند. هو دلوقتي يا جماعه مفيش اي حاجه بصراحه، بس انا واقف في الشارع مستني ان الموبايل بتاعي يتسرق عشان اطلع انا والموبايل واللي سرقه ترند. اهو يا جماعه الموبايل ظاهر اهو، محدش بيسرقه ليه، محدش بيسرقه ليه. النهارده بنصور من على كنبه الممثله المغموره منى زكريا. انا بقلد مفيد فوزي لو ما خدتوش بالكم. احنا دلوقتي مستنينا هي بتخلص دهن في وشها وطالعه لنا، هنسالها بقى دلوقتي عن اهم اعمالها والاعمال اللي هي ندمانه عليها. هي بصراحة يا جماعة لسه لحد دلوقتي ما مثلتش أي أعمال. هي بصراحة مدينا فلوس عشان نشهرها. يا عم ترجع أنت ورا يا عم، يعني إيه يا عم مفيش مكان يا عم ترجع ورا يا عم، هرجع أنا إزاي يا عم، هكمل في السلك اللي أنا ماسكه ده. طب خلاص خلاص هرجع أنا، هرجع. الصحافة المحترمة هي مهنة البحث عن المتاعب، لكن أنا صحافة صفرة، فأنا مهنة البحث عن الفضايح، عن الترندات، عن الداعرات، السافلات، السافرات، الماجنات. انا مش عارف واحد زي عارف المعلومه دي ليه، بس الصحافه الصفراء كانت تسمى بذلك الاسم لانها كانت الجرايد بتاعتها بتطبع على ورق رخيص مائل الى الاصفرار. دلوقتي الموضوع مش محتاج، انزل الشارع بموبايلك وصور اي حاجه وارزع، ارزع على اليوتيوب هتلاقي نفسك طلعت ترند. لا انا ليا طريقه كده في اني اقول اسم الصفحه، لازم اقول صفحه الخبر الوالع الموحوح. اشتغلت فيها ازاي؟ لا دي اي حد اهبل معدي في الشارع ممكن يشتغل فيها، دي اسهل ارخص حاجه في الدنيا. انا طول عمري بحب ابعد عن المثلث بتاع السياسه والاقتصاد والدين، لان المثلث ده بيجيب مشاكل. تعالى لي بقى في المثلث الثاني، الفضايح، الفن، الرياضه، الحاجات دي بتطلعك ترند وما بتجيبش اي مشاكل. الناس برضو بتحب تتابع الاخبار دي، يعني الناس تحب قوي اشاعات الفنانين، اخبار الفنانين، جوازات الفنانين، طلقات الفنانين، اي حاجه لها علاقه بالفنانين الناس بتحبها. يعني مثلا ما تقول ان رجل اعمال فلان الفلاني مثلا باع 18 ساعه في مصنع، لا 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 محدش يسمعك، محدش يسمعك. لكن لما تقول فضحته مع فنانه ترند، ترند في لحظه، فهمته ثانيه كده. وحتى المهنه بتاعتنا مريحه، احنا الاسئله بتاعتنا دايما كليشيه، احنا دايما بنعيد نفس الاسئله. لو استضفت ممثل، مخرج، منتج، هتقعد تساله عن المشاهد الساخنه ويرضى يعمل مشاهد ولا لا، حتى لو هو ما يعني لو كومبارس هتساله نفس الاسئله دي. الافلام اللي حاببها، الافلام اللي كارهها، ايه احلى فيلم بالنسبه له. تسال برضو الممثل انت اهلاوي ولا زملكاوي، من كتر ما الاسئله كليشيه بقت الردود بتاعتهم اصلا كليشيه. يعني مثلا سؤال اهلاوي ولا زملكاوي ده بيرد عليه دايما يقول لك ايه، انا اهلاوي بس ماليش في الكوره قوي، انا زملكاوي بس ماليش في الكوره قوي، يقول لك لا لا انا مصراوي. تستهبل حضرتك ولا ايه؟ انا دايما هتلاقيني لابس علم مصر لان انا رجل وطني وشغال في صفحه وطنيه. ايه ده مش نفس الترتيب؟ والله صدق عمري ما خدت بالي. بس نفس الالوان، زيتنا بدقينا، ما فيش حاجه. وبعدين الوطنيه بالقلب يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا اتحررت قوي، علم مصر بيحرر. والله اعمالي جديده، انا ان شاء الله انزل الشارع الفتره الجايه بشكل عشوائي، اسال مجموعه من الناس عن حمو بيكا اللي انا عملت معاه 14 لقاء، انا اللي شهره على فكره. كل ما اشوفه في اي حفله اقول له انا اللي شهرتك، يقول لي لا يا عم مش انت اللي شهرتني يا عم، مع ان انا اللي شهره والله، بس هو ما بيحبش يقول. فانا ان شاء الله انزل اسالهم بشكل عشوائي عن حمو بيكا، واول ما جابوا صح اقوم حارجهم وسائلهم في الدين. فهم طبعا مش هيعرفوا اجابته، فباين بقى قد ايه ان الشعب شوف بقى عارف الفن وما بقاش عارف الدين، واطلع ترند بقى والناس تقعد تشتم في الكومنتات بقى. نفسي بقى ابدا السلسله دي، فان شاء الله انتظرونا.